ايوه حبيبتي. شو حبيبي، كيفك هلأ؟ الاخبار عامله ايه؟ لا ماما نبيله لسه نايمه دلوقتي، وانا نزلت رايح المكتب هقابل استاذ رافع اقعد معاه، عندي اجتماع كبير. فلو ما ردتش عليك انا بس هعمل تليفوني سايلنت، فما تزعليش. معلش ما بعرف شو بنا حبيبي، قلبي عم بيوجعني. قلبك بيوجعك؟ سلامه قلبك حبيبتي. دي بس عشان عروسة جديدة وعريس بعيد عني، بس كلها بكرة خلاص وجايلك إن شاء الله. طيب حكيت مع روبي؟ لا لا لا، ما تقوليش لروبي بقى حاجة، إن أنا وقت ضيق ومش هعرف أشوفها، فيعني عشان ما تزعلش إنها هي جت مصر وأنا ما شفتهاش. طيب حبيبي تبع حالك، باي. ماشي يا حبيبتي، أوكي، باي باي. الو، ايه حبيبتي؟ هاي روبي، انت وين؟ انا بالاهرامات. شو هالروعة شيرين، شو هالابداع، شو هالعظمة، لا عن جد شي بخوف. ايه انا شايفتهم. تحسي حالك بكوكب تاني، بزمن تاني، بعالم تاني، ما بعرف شو بدي اوصف لك، بس شي رائع. معك حق، انبسطي. لا حبيبتي، قررت هالمشوار يكون سياحة بس، مشوار الجاي بركي بشوف شو بدي أعمل بقصة عيلة بيي. خبريني أنت كيف تحضيراتك؟ كل شي منيح، بس مستفقدت لك، وجودك حدي كان كتير مهم بهالأوقات هيدي. روبي! شو جايبك لهون؟ هنا فين؟ الهرم ولا القاهرة؟ هي زيتا. عندك حق، أنا كنت عايز أجي معاك القاهرة من ساعة ما شفتك وتخيلتك واقفة في كل حتة في مصر، فرحانة ومبسوطة. أنا كنت عايز أجي معاك عشان كده جيت المطار في بيروت، بس ما كانش في سبب ممكن أقول للناس إني أجي هنا. هلا صار في سبب؟ السبب إن كان لازم أجي مع ماما نبيلة وأفضل معاها 24 ساعة. طب نبيلة؟ ليش هي هون؟ ممكن نخلي بقى الموضوع دي لبعدين، أنا عايز أوريكي هنا حياتي عاملة إزاي. حاضر يا سي السيد. وتالي بقى أنت زهقتي من الأهرام، نقول لأبو الهول بقى عن إذنك، ورانا حاجات تانية، مش كده ولا إيه؟